الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. محمد عبد الله جاهز بالتفاصيل. أهلا بك محمد، تفضل. أهلا بك نهى وأهلا بك أدى، وإلى أخبار اقتصاد محليا وعربيا وعالميا. أهلا بكم. أشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال. كما أشاد البنك بخطوات مصر في زيادة نسبة الطاقة المتجددة والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة. جاء ذلك في التقرير الانتقالي العام 2023-2024 الذي أصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية من أجل تعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح وتشجيع ريادة الأعمال. تنفيذاً لتوجيهات الدولة في المجالات التكنولوجية، تم توقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون والتنسيق في مجال التدريب بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع مركز تدريب محافظة أسيوط وجامعة أسيوط. وعقب التوقيع أكد وزير الاتصالات عمرو طلعت أن الوزارة تتبنى عدداً من المبادرات في مجالات الرقمنة والتطوير التكنولوجي والمؤسسي، وساهمت في تخريج آلاف الشباب في محافظة أسيوط الذين أصبحوا مؤهلين بدرجة كبيرة لسوق العمل وقادرين على الابتكار في مجالات ريادة الأعمال وصناعة التكنولوجيا، بما يتواكب مع توجيهات الدولة في ظل متطلبات الجمهورية الجديدة. إلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.836 تريليون. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 26250 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 6220 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 8809 نقاط. انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري تحت شعار إعادة بناء الثقة. وقال ميريك دوسيك المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي إن موضوع هذا العام يأتي استجابة مباشرة لحالة تآكل الثقة الواضحة في المجتمعات وبين الدول. وأضاف دوسيك أن البعض قد يربط الأمر مباشرة بالتحولات العميقة، سواء كانت جيوسياسية أو جيواقتصادية أو تلك المتعلقة بالمناخ والطبيعة. أظهرت بيانات حكومية سعودية أن معدل التضخم السنوي في المملكة تراجع 1.5% في ديسمبر الماضي من 1.7% في الشهر السابق. وأفادت هيئة الإحصاء السعودية أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت 9% في ديسمبر، ما أدى لارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.5%. وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3% في 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6%. ارتفع إنتاج السيارات في روسيا في عام 2023 بنسبة 0.6% على أساس سنوي. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أنه تم إطلاق أكثر من 720 ألف سيارة من مختلف القطاعات في روسيا، وبلغت مبيعات السيارات الجديدة في روسيا العام الماضي 1.3 مليون وحدة، وبذلك يكون سوق السيارات الروسية قد نمى في العام الماضي بنسبة تفوق 50%.
بدأ المزارعون الألمان الرافضون لسياسة الحكومة برفع الدعم عنهم بدأوا تحضيراتهم الواسعة للاحتجاج في برلين وسط استمرار تحركاتهم، وبدأ وصول تجمع الجرارات والحصادات وغيرها من الآليات الزراعية الثقيلة ويتحمل على هياكلها مختلف أنواع اللافتات للمطالبة بحقوقهم كمزارعين. هي أخبار الاقتصاد، عود من جديد إلى نهى وأدى. شكرا جزيلا لك عبدالله.